يبقى types of measurement scale معناها ان ايه الاجراءات او العمليات الحسابية اللي انا بقدر اعملها على الديتا اللي انا لميتها حسب الكاتيجوري بتاعتها، سواء كانت qualitative او quantitative، فبنسمي دي الليفل اوف ميجرمنت. انا ازاي اقدر احسب واطلع معلومات احصائية سواء كانت ارقام او اعداد علشان خاطر اترجم المعلومات دي او الديتا دي لحاجة تنفعني واقدر اعمل بيها improvement projects او احسن بيها اداء المستشفى بتاعتي. فالليفل اوف ميجرمنت التقسيمة دي بتتقسم الى اربع كاتيجوري او اربع ليفلز، اللي هم اسمهم واحد نومينال، اتنين اوردينال، تلاتة انترفل، اربعة ريشيو. نرتبينهم من الليفل الاقل الى الليفل الاعلى. هنطبق الليفل اوف ميجرمنت ده على الديتا اللي احنا لميناها. فلو احنا هنطلع تصاعديا للليفل اوف ميجرمنت الابتدائي نومينال، بعدين الاوردينال، وبعدين الانترفال، وبعدين الريشيو. غالبا النومينال والاوردينال ده الاثنين دول بيتكلموا في كواليتيتيف، والانترفال والريشيو بيتكلموا في الكوانتيتيف. هنفصل الكلام. اول حاجه النومينال. النومينال ده عباره عن ايه؟ ده بيسمح لي فقط لا غير ان انا اقسم الديتا، احطها في ليبل واعمل لها كاتيجوري وخلاص بس كده. لكن ما اقدرش حتى انا احطهم في ترتيب، ما اعرفش احطهم في رانكينج. يبقى الحاجه الوحيده اللي اقدر استخدمها فيها هو او لا، واحطها في كاتيجوري فقط لا غير من العمليات الحسابيه اللي عندي الاربعه اللي احنا شايفينهم دول. الامثله بتاعتها الريليجن مثلا، الريليجن يعني واحد مسلم واحد مسيحي، هترتبهم ازاي؟ ما لهمش اي نوع من انواع الترتيب، وهي ديتا كواليتيتيف. المثال الثاني اللي هو الفايل نمبر مثلا بتاع الهوسبيتال، الرقم ده ملوش اي معنى، هو فايل نمبر. انا طبعا ما برتبوش من الاول للاخر او برتبه تصاعديا، لا انا برتب في الميديكال ريكورد حسب الاسم، فالارقام اللي موجوده مش مترتبه وملهاش معنى. كمان الكالر اوف مثلا عربيتي، او ذا كالر اوف ان اي، كل دي حاجات نومينال ما نقدرش نرتبها، حتى هي اسماء فقط لا غير، واقدر احصرها في كاتيجوري واعدها فقط. الزيب كود، واحنا قلنا هنتكلم على الزيب كود. الزيب كود ده عباره عن ايه؟ اللي هو الرمز البريدي للمناطق اللي موجوده في العالم، سواء في امريكا، انا بدي مثال لامريكا بس، دي خريطه بتاعت امريكا ودي الارقام الزيب كود بتاعتها، ما اقدرش اجمعهم ولا اطرحهم ولا ارتبهم، ما تفرقش كتير يعني. يبقى ملخص الامثله ممكن الريليجن او الفايل نمبر او الكالر اوف اني ثينج او الزيب، ودي نوعيه الاسئله اللي احنا بنسالها كمثال يعني. وانا همشي الصوره لكن انت ممكن توقف الفيديو تشتغل براحتك يعني. اتنين، اوردينال ديتا. الديتا دي من خصائصها انك انت تقدر ترتبها، تعمل لها اوردرنج وتعمل لها رانكينج، يعني تقدر تقول انها اكبر او اصغر. The difference between ranking means nothing. الفروقات بين الرانك وبعضه او بين الايتمز وبعضها ملهاش اي معنى. بمعنى الراجل ده هو الاولاني، صح، نقدر نقول ده هيطلع الاول وده هيطلع التاني وده في الغالب هيطلع التالت الرابع الخامس السادس السابع. لكن هل فرقت الاول من التاني والتاني من التالت كمسافات؟ مش فرقة كتير، ده الاول وده التاني وده التالت، الفروقات بينهم ما تفرقش كتير. ده مثال الريس برضو بالنسبة لل يعني، انا حبيت اجيب صورة تانية للريس برضو، هم دول مختلفين لكن ده الاول بالايد، دخلت بالايد الاول وبعدين الثانيه اهي والثالثه والرابعه والخامسه. لاحظوا الفروقات مش هتفرق كتير، دي هتطلع الخامسه رغم انها قريبه قوي قوي من الرابعه، لكن هي دي المسافات ملهاش اي معنى. المثال الاخر الظريف اللي هو الحذاء او الجزم مثلا، عندنا المقاس اللي هو احنا بنستخدم اليوروبيان ده، مقاسات 35 35 ونص 36 37، انا مثلا انا مقاسي 44. لو انا مقاسي مثلا 44 ونص، يعني 45 واسع عليا و44 ضيق عليا، ما تقدرش تعمل حاجه لان مفيش 44 ونص في المقاسات دي، حتى مفيش 44 وربع او 44 وثلث. يبقى انا مربوط بالارقام اللي هي موجوده قدامي فقط لا غير. دي كانت الأمثلة اللي هو السبق والشو على الأوردينال اللي هي الديتا اللي أقدر أرتبها.
الليفل الثالث اللي هنتكلم عليه اللي هو الانترفال. الانترفال الخصائص بتاعته the difference between measurements is meaningful، الفروقات بين الميجرمنت والميجرمنت التاني له معنى او مربوطين ببعض، يعني تقدر تطرحهم وتجمعهم. لكن فيها مشكلة ان الزيرو ملوش معنى، الزيرو هنا مش natural. التمبريتشر مثال كويس جدا له، بمعنى ايه؟ انا لو درجة حرارة 30 انا عارف انها 30، انما لو درجة الحرارة 0 هل ده معناه ان مفيش درجة حرارة اصلا؟ لا، في درجة حرارة بس هي 0، ده في درجة حرارة ماينس 20 وماينس 40، معناها ان الصفر مش موجود اصلا. الداتا متصلة لكن الصفر مش حد او مش بنش مارك، مفيش بنش مارك تقدر تقول عليه موجود. لكن في التمبريتشر في استثناء، عشان نقول المعلومة صح قوي، يعني التمبريتشر في استثناء للناتشرال زيرو، في تمبريتشر لها ناتشرال زيرو. دلوقتي انا عندنا ثلاثة تمبريتشر بنقيس بيهم، اول تمبريتشر اللي هو سنتيجريد، وتاني واحدة الفهرنهايت، وتالت واحدة بطريقة كلفن. السنتيجريد والفهرنهايت مفيش زيرو، الزيرو مش ناتشرال، لكن في مقياس كلفن الزيرو ابسوليوت. هو عمل ايه؟ كلفن لقى ان حركة الجزيئات بتقف عند ماينس 273 سيليزيوس اللي احنا نعرفه، اللي هي اللي احنا بنقيس بيها المشهورة بتاعتنا. اذا لما حركة الجزيئات وقفت حسب وقال دي صفر، يبقى عنده مقياس موجود، عنده ابسوليوت زيرو موجود ويبدأ يقيس من عنده. لما توصل درجة الحرارة 273 كلفن دي معناها صفر عندنا احنا اللي احنا عارفينها، ولما توصل 100 درجة مئوية بتاعتنا احنا السيليزيوس معناها انها 373 كلفن بمقياس كلفن، وكلفن استثناء عن التمبريتشر. انا حبيت اقول المعلومة لانها ظريفة جدا. يعني اخر ليفل هنتكلم عليه اللي هو الريشيو، والريشيو ده بقى بنعرف نعمل فيه نجمع ونطرح ونضرب ونرتبه ونعمل كل اللي احنا عايزينه. الزيرو فيه ابسوليوت، يعني فاليو موجود، وعشان كده بقدر استند عليه، يعني اقدر اقول ان ده بنش مارك. الزيرو معناه ان الحاجة دي مش موجودة. مثلا انا البنك عندي مفهوش فلوس، مدي الحساب مدي زيرو، معناه ايه؟ مفيش فلوس. يبقى زيرو means absence of something. الامثلة بتاعتها كتيرة جدا، زي الهايت وزي الويت وزي التايم. طبعا بنحسب التايم برضو بالريشيو. عندنا بلاب بريشر من الامثلة المشهورة جدا. يبقى الريشيو هو اعلى ليفل نستطيع ان احنا ناخد الديتا بتاعتنا ونلعب فيها زي ما احنا عايزين، ونطلع ارقام ونطلع احصائيات، ونستخدم عليها جميع انواع التحاليل او العمليات الاحصائية اللي احنا نستخدمها في ان احنا نترجم الديتا بتاعتنا ونطلعها وندسبلاي ونحطها قدام القادة بتاعتنا، ونقول ان احنا عندنا مشكلة وعايزين نحلها، او ان احنا نبدأ نحسن في الخدمة المقدمة في المؤسسة اللي احنا نشتغل فيها. انا هسيبكم مع لستة اهم المفاهيم والتعريف اللي احنا قلناها في المحاضرة دي. اتمنى ان لو في اي تعليق على المحاضرات اللي احنا بنديها ممكن تكتبوا كومنتات في الفيديو اللي انا برفعه، ولو في اي انتقادات انا اتمنى الانتقاد هيحسن من الاداء اللي احنا بنشتغل فيه، وهتبقى مشاركة كويسة جدا، واتمنى ان العلم يكون نفعكم يا رب ان شاء الله.